مساء الخير. كل ما اتلقى اثنين بيكون الثالث بيناتهم. كل ما نحكى عن البرامج الكبرى انتاجا واخراجا واعدادا بيكون هو اكبر البرامج دخل بيوميات وسهراته ليوميات المشاهدين العرب من اكثر من سنه، فاوجد حاله تلفزيونيه او ظاهره ما عرفتها الشاشات العربيه قبل كانون الاول 2003. السنه الماضيه اطلق نجوم مثل سينتيا، احمد بشار، الخلاوي، صوفيا، بهاء ومحمد عطيه، والسنه ان شاء الله طلاب جديد عم يتعبوا حتى يوصلوا بجداره للشهره وللنجوم. مساء الخير. انا ما راح زيد اكثر غير عن انه ستار اكاديمي بيستحق يكون البرنامج الاول جماهيريا وبيستحق مراكز تكريمي، وانا فخوره جدا ان يكون جزء من هالبرنامج. ومنسلم التروفي لرئيسه ستار اكاديمي رولا سعد. ستار أكاديمي كان ظاهرة تلفزيونية. أنا بدي أشكر الميركس على هالجائزة، بس أنا هالجائزة بدي أقدمها ل 150 شخص عم يشتغلوا معي للنهار. أنا هلأ موجودة هون، بس هن هلأ كلهم عم يشتغلوا. بدي أشكر الـ LBC على ثقتها فيي لسلمتني مشروع بهذا الكبر. بدي أشكر جمهور الـ LBC بكل العالم يلي بفضلوا نجاح هالبرنامج. مرة تانية بشكركم، وإن شاء الله نكون بعد على قد المسؤولية. ميرسي. أصعب شيء إنك تضلك سهران على كل نبتة بأرضك، معتني بحضرها ومستقبلها، ويضل همك يكون كل موسم أغنى وأفضل من الموسم اللي قبله. على هالقعدة مبنى ستار أكاديمي تماماً مثل الأرض الطيبة، هم ويجمع المواهب غليل غليل من العالم العربي، ينميها ويعتني فيها وتصير النبتة نجمة، مش بضربة حظ بل بالدرس والاجتهاد. من هون قدرت الـ LBC والفضائية اللبنانية تخلي ملايين المشاهدين مشدودين على شاشاتها، متابعين دقيقة بدقيقة حياة الطلاب بالأكاديمية. السنة الماضية بس بدأ الإعلان عن برنامج ألوف الطلاب تهافتوا، اللي انقبلوا كانوا ظاهرة فنية أثارت ضجة إيجابية بعد مستمرة. كل يوم كانوا يتلقوا ألوف الرسائل، ملايين العيون عليهم 24 ساعة على 24. وين ما راحوا تلاقيهم تظاهرات بالطرقات بالساحات، صاروا نجوم من أول الطريق. ما عاد مهم مين رح يكون نجم ستار أكاديمي، كل الناس بتحبهم كلهم. تظاهرات الاستقبال، صرخات الإعجاب وين ما كان بلبنان وبالعالم العربي، هي وحدة شهادة ستار أكاديمي اللي حملوها الطلاب وين ما راحوا. ومثل السنة الماضية هالسنة ستار أكاديمي 2 ظاهرة أكبر لشرائح أكبر من المشاهدين، لإعجاب أكبر بالطلاب ولوعد أكبر بالنجاح للأكاديمية موسم بعد موسم.